ولد بنجامين سلمون كارسون في يوم 18 سبتمبر عام 1951 في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وهو الابن الثاني لوالدته سونيا روبرت ووالده سولومون كارسون. انفصلت أمه سونيا عن أبيه عندما كان في الثامنة من عمره وأخيه الأكبر في العاشرة، وذلك بعد أن اكتشفت أن زوجها سولومون متزوج ولديه أسرة أخرى بالسر. وعندما خيرته بينها وبينهم اختار أسرته الأخرى وتخلى عنها وعن ابنها، وانتقل للعيش مع أسرته الجديدة وترك أسرته المدمرة ماليا وحدها تعاني من الفقر والهرمان. اضطر سونيا للخروج للعمل في أكثر من وظيفة في وقت واحد، كانت تعمل كخادمة ليلا ونهارا من أجل توفير المال لأبنائها وتغطية نفقاتهم المعيشية والدراسية. حرصت سونيا على تعليم أولادها، فكانت أفعالها وطريقتها التي تدير بها أسرتها لها تأثير هائل على ولديها. كانت دائما تقول لهما إن كل شيء ممكن الوصول له وتحقيقه في الحياة طالما نسعى له بإصرار وعزيمة. واجه بن كارتون وشقيقه صعوبة في المدرسة وتحديدا صعوبة القراءة، مما جعله مثارا للسخرية من زملائه، وكان يلقب بالغبي الكسول. وعندما علمت والدته سونيا بما يحدث لابنها في المدرسة حرصت على إيجاد حل لمساعدته. كان أخوه الأكبر أيضا يعاني من صعوبة القراءة. في البداية منعتهما من الخروج للعب وحددت لهما ساعات معينة لمشاهدة التلفاز، وحرصت أن تكون البرامج التي يشاهدها طفليهما كلها برامج تعليمية، وطلبت منهم قراءة كتابين في الأسبوع. استصعب كارسون قراءة الكتب في البداية، ولكن بعد عدة أسابيع بدأ الوضع يتغير وأصبح يستمتع في القراءة، وهذا الانجذاب للقراءة سرعان ما أدى إلى رغبة قوية في قراءة المزيد من الكتب. وبعد مرور السنوات وصعوبة المعيشة والدراسة تخرج بن كارسون من الثانوية وحصل على منحة دراسية مكنته من إكمال تعليمه. وفي عام 1973 حصل على ليسانس في علم النفس. وفي عام 1975 تزوج بن كارسون من كاندي التي التقى بها في جامعة بيبل هيلز. وعندما حصل على شهادته الطبية انتقل مع زوجته إلى بالتيمور، وبحلول عام 1983 أصبح بن كارسون من الجراحين المتفوقين في جراحة المخ والأعصاب. وفي سن 33 ترقى وأصبح مديراً لقسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى الجامعة جونز هوبنجنز. واستمرت بعد تلك العمليات النجاحات، وازدادت شهرة بن كارسون ليس دولياً فقط بل عالمياً، وأجرى العديد من العمليات الجراحية الصعبة في العديد من البلدان العالم. ومع مرور السنوات الصعبة استطاع بن كارسون، ذلك الطفل الذي كان يلقب يوماً ما بالغبي والذي كان يعيش في أحياء فقيرة، تحقيق حلمه والوصول في نهاية المطاف إلى النجاح الذي لطالما حلمت فيه والدته سونيا. وبعد هذه المسيرة حرص بن كارسون على الذهاب إلى المدارس والجامعات والمستشفيات ليروي لهم قصة نجاحه وفلسفته في الحياة التي تعلمها من والدته، ليدفع بها الشباب لطلب العلم. وفي عام 2008 منح الرئيس جورج بوش بن كارسون وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى تكريم تمنحه الحكومة الأمريكية للمدنيين. وقام أيضا بتأليف العديد من الكتب الطبية، وكان آخرها إصدار كتاب يروي فيه سيرته الذاتية التي نقلت أيضا إلى فيلم، وكان اسم هذا الفيلم تحت عنوان الأيادي الموهوبة. في 4 مايو عام 2015 رشح بن كارسون لمنصب الرئاسة، وكان من العشرة الأوائل المرشحين الذي شاركوا في المناظرة الرئاسية، ولكن لم يحالفه الحظ بسبب النتائج المتدنية التي حصل عليها. وفي السنوات الأخيرة وتحديدا عام 2013 ركز بن كارسون على السياسة أكثر من ممارسة الطب، حين جذب الانتباه له عندما انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب مواقفه بشأن الضرائب والرعاية الصحية. في 8 نوفمبر عام 2016 انتخب دونالد ترامب ليكون الرئيس 45 للولايات المتحدة ويفوز بأغلبية الأصوات. وفي 5 ديسمبر عام 2016 أعلن ترامب ترشيح بن كارسون لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية، ليصبح بذلك أول مرشح من أصول أفريقية ضمن الإدارة الجديدة.
وأشاد ترامب بجراح الأعصاب بن كارسون قائلا إن بن كارسون لديه عقل لامع ومولع بدعم المجتمعات والعوائل الموجودة في هذه المجتمعات.